وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتصويبها ونشر تعاليم الدين السامحة للحفاظ على ثوابت وقيم الإسلام النبيلة. وأشير هنا إلى الكلمة إلى أن الكلمة أمانة، عظم الإسلام من شأنها، ونبهنا إلى أهمية رعاية هذه الأمانة وتأديتها على الوجه الأمثل. ومن هذا المنطلق أؤكد أن مصر ماضية في مهمتها لبناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني، وهي مسؤولية تضامنية وتشاركية تحتاج إلى تضافر جميع الجهود لنبني